القرار الذي صدر لم يصدر باسم الطاغية، بل صدر باسم وزير الداخلية بعد التشاور مع مجلس الوزراء، وهذا خط رجعة للطاغية حمد. ولكن إذا لم يجد منا ردة الفعل المناسبة مع هذه الجريمة فإن القرار سينفذ، بل أكثر من ذلك، قد يرحل سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم من البحرين، وأكثر، قد تنفذ أحكام الإعدام في البحرين تجاه شبابنا الذين صدرت عليهم أحكام الإعدام. لذلك نحن اليوم من غير المقبول أن نتراخى أو أن نضعف أو أن نتردد، بل ينبغي أن يكون موقفنا واضحا وقويا وصارما رفضا لهذه الممارسات وهذه التجاوزات، وأن يبقى صوتنا عال. ويجب أن ننتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. الذي وصل بنا إلى هذه المرحلة هو أننا اتخذنا دور الدفاع في كل المراحل التي مضت. كنا نمارس دور الدفاع، النظام يهجم علينا، يسقط جنسياتنا، يلاحقنا، يعتقلنا، ونحن ندافع عن أنفسنا. ولكن هذه المرحلة ينبغي أن نغير موقعنا من موقع الدفاع إلى موقع الهجوم. وإذا مس سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ينبغي أن يتوجه هجومنا على الطاغية حمد. هناك بعض الأفكار وهناك بعض البرامج التي إن استمر النظام الخليفي فيها سوف ندعو لها، وذلك في وقتها المناسب، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه التجاوزات وأمام هذه الانتهاكات، وسوف نعلو بصوتنا وبمواقفنا الصادقة. نحن اليوم حينما نرتدي هذا الكفن فنحن نعلن استعدادنا للشهادة ولتقديم أنفسنا وبذل دمائنا للدفاع عن علمائنا ورموزنا وكرامتنا وحقوقنا المسلوبة. وسيبقى هتافنا مدويا بالروح بالدم نفديك يا إسلام، بالروح بالدم نفديك.